اصحى افكر فيك كل يوم، صورتك كده ما بتفرقليش. ما فيش حاجه تقوليها؟ مش كل حاجه بتحصل يبقى ليها سبب. رحت القصير قبل كده؟ حركت كل حاجة. مرة واحدة بس؟ مرة واحدة بس. مش مصدقاك. لا والله. حاسة كده ان في حدوتة هنا ولا هنا. ما بحسبهمش. انا كنت مراهق حزين جدا. حتى وانا في ثانوي معظم الوقت قضيته مع امي الله يرحمها. وبعد كده؟ اتجوزت. ايه اخبار الكتابه بقى؟ ماشي. بعت الفصل الاول للناشر المسودة يعني. ده حلو قوي. وقال لك ايه؟ لسه ما ردش، ويمكن مش هيرد خالص. اكيد لسه ما قراش. بس مش مهم، هي حاجه غبيه من الاساس. تصوري مؤلف يبعت لناشر مسوده الفصل الاولاني من غير ما يخلص الدرافت بتاع الروايه كلها. تحبي نفسك؟ يعني ايه؟ مش فاهمة. بتشوفي نفسك حد كويس؟ لا. ليه؟ عشان بشوف ان مفيش حاجة اسمها شخص كويس وشخص وحش. في نصابين وحرامية وقتلين قتلة والكلام ده كله، بس أنا شايفة إن إحنا كلنا كبني آدمين بنحاول نعيش، نبقى طيبين أوقات، بنغلط أوقات، فمين فينا وحش ومين فينا كويس؟ يعني الصراحة معرفش، وده آخر هم إن أنا أعرف. أنا ما أقصدش ده.
اه فاهمة. يعني انا فاهمة سؤالك، عشان انا وانت دلوقتي مع بعض. طب انت شايفني ازاي؟ شايفني حد وحش؟ انا بسأل نفسي 100 سؤال في اليوم. اسألني انا. ليه انا؟ يمكن عشان عينك حلو. ليه انت؟ عشان انت عاجبني، بحب طريقة كلامك ومشيتك، بحب الوقت اللي بقضيه معاك. ممكن اقعد اسمعك ساعات تقول اي حاجة وما زهقش. بحب ازاي بتلمسني، مش محتاج ترد. أنا آسفة على اللي أنا قلته. مفيش حاجة، أنت ما قلتش حاجة غلط. كانش قصدي أضايقك خالص. خلاص يا عمر، اللي حصل حصل، أو خلينا نعتبره إنه ما حصلش. ده اللي أنت عايزه؟ أصل خلاص، يعني إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ أنت زهقان من حياتك وعايز تقضي وقت لذيذ وترجع القاهرة أخف شوية، فتمام، هديك خط المغامرة. بس صدقني أكتر من كده هتندم إنك قابلتني. إيه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ عمر أنا مش كويسة، أنا عايزة أروح. خلاص كده. آسف إني اتكلمت في حاجة مش لازم أتكلم فيها، بس أنا متصورة إن اللي بينا ده حاجة بسيطة، أنت مش حاسة بنفسك خالص. روقي على نفسك شوية، أنت شايلة هم الدنيا على كتافك وتقوله باين على وشك. نقفله النهارده، نقفله، اوكي؟ عشان خليك تشوف وشي خالص.